من الثمرات العظيمة أنها من غراس الجنة، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده غرست له في الجنة نخلة، وعند النسائي شجرة مطلقة. فغراس الجنة هو هذه الكلمات، ولذلك جاء في الحديث العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي بإبراهيم فقال: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو غراس الجنة، الغراس الحقيقي ما تغرسه لتجده غدا عند الله عز وجل في الجنة.